اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصه. معنا لليوم ضيف مميز جدا وهو الفريق الطبيب المتقاعد يوسف موسى الخصوص. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. يعني دكتور يوسف الخصوص حضرتك غني عن التعريف، لكن يعني لو تعطينا نبذه عن حياتك. العفو ستي، بشكر التلفزيون الاردني على هذا اللقاء وعلى انجاز او على النهضة الطبية في الأردن اللي حصلت فيها. فأنا دخلت الخدمات الطبية في أوائل 1967 حقيقة، وأرسلت في دورة متقدمة في أمراض القلب إلى بريطانيا في عام 1968، وعدت في 1970 بحصولي بعد حصولي على شهادة العضوية الملكية في أمراض الداخلية. وفي عام 1972 أرسلت إلى مدينة هيوستن في الولايات المتحدة للتخصص في أمراض القلب، وعدت في منتصف 1973 وافتتحت المدينة الطبية آنذاك في 14/8/1973. وأذكر أن أول مريض أدخل في المدينة كان مريض قلب يعاني من قصور في الصمام الإبهري، أدخلته إلى مدينة الحسين الطبية. والحقيقة مدينة الحسين الطبية هي إنجاز لا يماثله إنجاز. نعم. وإحدى درر الإنجازات كما سماها المغفور له بإذن الله الملك حسين، أحد إنجازات هذا الوطن. والمدينة الطبية في ذلك الوقت وللآن إن شاء الله هي مدينة مميزة تخطت حدودها الجغرافية الحقيقة وفي علاج، وكانت ملاذا ومحجا للأشقاء والأصدقاء من حولنا في معالجة، تخطت حدودها الجغرافية. المدينة كانت درة كما ذكرت، ولحقها مركز الملكة علياء لأمراض جراحة القلب ومركز العلاج التأهيل، والآن يوجد مستشفى أطفال متميز. فالفضل في هذه النهضة الطبية في الأردن يعود لصاحب الفضل، وصاحب الفضل القيادة الهاشمية الحكيمة الحقيقة، وبعد القيادة الهاشمية الحقيقة يعود الفضل القوات المسلحة الجيش العربي. ومنذ ستينات وخمسينات القرن السابق أو القرن العشرين كانت الخدمات الطبية ترسل البعثات والدورات إلى بريطانيا والولايات المتحدة، وكانت لا تقتصر على أطباء، فكانت البعثات إلى أطباء الأسنان، الممرضين، أصحاب المهن المساندة، صيادلة، جميع الصنوف كانت ترسل إلى الولايات المتحدة. بذكر عندما كنت في الوظيفة آنذاك ومديرا للخدمات، كان في وقت ما يكون عندنا 60-70 مبعوث إلى الولايات المتحدة وإلى المملكة المتحدة في جميع الصنوف، ومؤتمرات طبية كنا نرسل دائما. فسبب النهضة الطبية التي حصلت، نحن بلد كما تعرفون غير نفطي، صح، وبلد مصادره الطبيعية شحيحة، لكننا تميزنا بإنساننا وبقيادتنا التي تولت هذا الإنسان، قيادتنا الهاشمية، ونحن محظوظين بهذه القيادة التي تميزت وتولت الإنسان الأردني الذي أبدع وهو مصدر نهضتنا الحقيقة. فالخدمات الطبية والقوات المسلحة، لذلك تلاحظ أن القوات المسلحة مدرسة الحقيقة، مش بس في الطب، في المهندسين، في المحامين، في القضاء. فدائما انظر إلى السوق، تلاقي الطبيب العسكري ملتزم ومتعلم، حضر أحضر مؤتمرات وتدرب أحسن تدريب، حصل على أعلى الشهادات،
فكان الحقيقة هذه النهضة زي ما ذكرت نحن ليس بلد نفطي، لكن تولتنا قيادتنا العظيمة الرشيدة الهاشمية بملكنا الباني رحمه الله، وتبعه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، الملك المعزز الذي تولى رعاية طبية في هذا البلد. ونحن الحقيقة متميزين ولا نزال في 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 هذا في هذا المجال، مجال الخدمات الطبية التي نقدمها لمريضنا من الأردني ومن حولنا من أشقائنا العرب وأصدقائنا من حولنا. يعني دكتور يوسف القصوص، حضرتك خدمت داخل الخدمات الطبية فترة طويلة جدا يعني لا يستهان بها، حدثنا على الصعيد الشخصي ماذا أضفت؟ والله يا ستي بدون أنا تدرجت من طبيب اختصاصي أمراض باطنية حتى وصلت إلى مستشار أول أمراض قلب، هذا من الناحية الفنية. ومن الناحية العسكرية دخلت برتبة نقيب، كنا نسميها ذيك الوقت رئيس، في بداية 67 وانهيت في 15/1999، وكانت خدمة مميزة. وزي ما قلت لك ابتديت برتبة نقيب وانتهيت برتبة فريق، تكرم جلالة الملك عبد الله بترفيعي إلى رتبة فريق وكرمني. وفي اليوم الذي تركت فيه الخدمات في 15/1999 زارني جلالة الملك المعظم، ومعه كان رئيس دولة رئيس الوزراء آنذاك عبد الرؤوف الروابدة، ودولة رئيس الديوان الملكي عبد الكريم الكباريتي، زارني في مديرية الخدمات الطبية وشكرني على ما قدمته لهذا الوطن، وكانت هذا الزيارة وسام على صدري. فلما ذهبت إلى أمريكا وتخصصت في أمراض القلب بدون مفاخرة كاذبة الحقيقة، عدت وأنشأت قسم لأمراض القلب في المدينة، قسم مميز، لم يكن هناك قسم لأمراض القلب، أنشأنا القسم بجميع مكوناته وانتقلنا إلى مركز الملكة عليا لأمراض وجراحة القلب. قصة المركز الملكة عليا تعود إلى حقيقة نهاية في نوفمبر 1966، دولة الدكتور عبد السلام المجالي كان آنذاك مديرا للخدمات، أخذ وفد رسمي وزار مدينة هيوستن، وقابل في ذلك الوقت جراح القلب الأول في العالم الدكتور ديبيكي. يعني مقابلة ديبيكي كانت أصعب تقابل رئيس الجمهورية في أمريكا ولا تقابل ديبيكي في ذلك الوقت. ووعد ديبيكي في تقديم كل المساعدة للخدمات الطبية لإنشاء مركز قلب، وأنشأنا تخصص قلب متميز. وفي افتتح مركز القلب في 17/3/1982 بمنحة من سلطان عمان أدام الله عزه، وبدأنا العمل في ذلك الوقت في مركز الملكة على أمراض وجراحة القلب، وكان عملا متميزا. وعملنا أول عملية توسيع بالبالون في 7/4/1985، وأول عملية زراعة قلب 1985 برضو في 2/8. وكانت جميع الإجراءات القلبية والتداخلية أول من أجراها في المملكة كنا نجريها في مركز الملكة عليا لأمراض وجراحة القلب، وكنا متفوقين حقيقة. أجرينا يعني زراعة الشبكة، أجريت أول شبكة أو أسطوانة أو دعامة كما نسميها في شرايين القلب ب 19/5/1993. عزمنا الدكتور شاتس بالمس شاتس، كان الشبكة اسمه من سان دييغو من كاليفورنيا، وجاء وعمل أول حالة وعلمنا كيف نعمل، وبدأنا نعمل في زراعة الشبكات منذ ذلك الوقت. زراعة قلب رئة 27/11/1997 عملت
في مدينة الحلم في مركز الملكة علياء والأمراض القلب، والخدمات الطبية هي مؤسسة طبية متقدمة الحقيقة، ونأمل أن تبقى في عطائها وإنجازاتها العظيمة. فنحن لنا يعني كل الخدمة اللي قدمناها تعود إلى 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 خدماتنا الطبية، وعلى رأسها كما ذكرت وأذكر دائما لصاحب الفضل قيادتنا الهاشمية. نعم، يعني دكتور يوسف القصوص، لو تحدثنا على مستوى المملكة، حدثنا عن أكثر ما يميز القطاع الطبي داخل الوطن الحبيب. الحقيقة بدون كما ذكرت بدون مفاخر كذا، تميزنا في القلب، لأنه في ذلك الوقت هو تخصص القلب ديناميكي وأدخل عليه الحقيقة إنجازات كثيرة، فكان سبب في، لكن تميزنا في جميع الفروع الطبية، لكن في المركز القلب، لأنه كان عندنا مركز قلب متميز الحقيقة، مركز الملكة علياء الأمراض وجراحة القلب، مركزا متخصصا متميزا بجميع أجهزته وكوادره وعلمائه وكل الذين يعملون في مركز القلب في ذلك الوقت. والآن إن شاء الله تميزنا في مركز القلب كما ذكرت، مش لأني أنا اختصاصي أمراض القلب، لكن في ذلك الوقت كان هذا الـ هذا الـ هذا اللي حصل الحقيقة، وسبقنا من حولنا في تميزنا في علاج وجراحة وتداخل أمراض القلب. جميع الأمراض، جميع التداخلات القلبية أجريت، من توسيع الصمامات لزراعة الشبكات لإغلاق الفتحات الولادية لزراعة القلب والرئة لزراعة القلب لتوسيع الشرايين بالبالون، فكل التداخلات التي عملت في العالم عملت في مركز الملكة علياء الأمراض الجمعة بجميع كوادرنا بدون أي مساعدة. نحن نفتخر بهذه الإنجازات. زي ما قلت لك، إحنا أطبائنا العسكريين والحقيقة وباقي أطباء المملكة لا تفهميني غلط، كل أطبائنا متميزين، بس إحنا في الخدمات الطبية سبقنا من قبلنا. نعم. بإرسال الكوادر الطبية بجميع صنوفها كما ذكرت، مش بس أطباء، التمريض، يعني عندنا تمريض إحنا بنفتخر فيه، متميز. طباء الأسنان، المهن المساندة، الصيادلة، طباء كل الصنوف الطبية أرسلت بدون تمييز إلى المملكة المتحدة وإلى الولايات المتحدة، وحصلنا على أعلى المراتب الطبية بشهادتها بكوادرها بكل شيء. نعم. يعني دكتور يوسف القصوص، من أهم ما أدخل على القطاع الطبي من خلال النهضة الطبية القسطرة، حدثنا يعني عن أهمية القسطرة. القسطرة أول عملية قسطرة للشرايين أجريت في أمريكا في كليفلاند كلينيك في الدكتور ميسن سونز، بالغلط الحقيقة بدأت تلوين الشرايين القلبية، وهذا كان إنجاز لتلوين الشرايين، لأنه كنا نعرف أينما شريان مقفل أو مغلق أو مسدود كليا لمعالجته. وجاءت عمليات القلب، أول عملية قلب لزراعة الشرايين كانت في 16/9/1967 في كليفلاند كلينيك، وبعدها بمحض الصدفة بالمناسبة 16/9/1977 عشر سنوات بعدها أندرياس كرونسيك في سويسرا أجرى أول عملية توسيع شريان بالبالون، فهذا يعود الفضل إلى القسطرة التداخلية، الآن قسطرة علاجية. أول مريض كان مهندس عمره 38 سنة أجرى له، وأرسل أول ثلاث حالات إلى 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 المؤتمر الأوروبي المؤتمر الأمريكي لأمراض القلب، وكالعادة أخذوه الأمريكان أعطوه أستاذ أمراض قلب أستاذ أشعة، وبدأ موضوع توسيع الشرايين بواسطة البالون، وتبعها بال93 زراعة الشبكات. فهذا التقدم في أمراض القلب، والتقدم حصل في جميع الحقيقة التخصصات الطبية. أنا بوصف القلب كان مثل جيش مشاة، لأن صار جيش آلي، غزتنا الآلي، غزتنا في جميع تخصصاتنا،
يعني الأجهزة الطبية، لذلك الطب الحديث مكلف، مكلف أنه دخل عليه أجهزة طبية بجميع صنوع، والأجهزة الطبية مكلفة لإدامتها ولشرائها والمحافظة عليها. فلذلك يجب أن نحافظ على هذا التميز اللي حصل في الأردن حتى نبقى متميزين ونفتخر بإنساننا بجميع كوادرنا. نعم، يعني أنا وأنا بدوري أحييك على هذه الشخصية الرائعة، ويعني أود إخبارك بأننا نفتخر بوجود شخصيات مثل حضرتك، لكن يعني مع هذه الإنجازات العظيمة هناك نعمة لابد من التطرق إليها، وهي نعمة الأمن والأمان داخل بلدنا الحبيب. يعني في هذا الموضوع ماذا تحدثنا؟ والله يا ستي هذا الموضوع كنت بقول هذيك النار، أنا أكل خبز وبصل ولا أطلع جارني يقتندي. فيعني الأمن والأمان اللي متمتع فيه يعود لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين وما عمله، ولكل العالم يفتخر بإنجازات هذا الملك العظيم الحقيقة. يعني الأمن والأمان اللي متمتع فيه إحنا هذا يعني شيء عظيم، يعني ما لا 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 يوازيه شيء أبدا في الدنيا، لا يوازيه شيء. نطلب من الله العلي القدير أن يبقى هذا الأمان بقيادة رجلنا الأول ملكنا العظيم، أن نتمتع في هذا الأمن والأمان، ومهما كنا ومهما قاسينا ومهما أكلنا فأمن والأمان هذا هو 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 هو, هو الحقيقة اللي بخلينا نتمتع في هذه الحياة الممتعة بواسطة زي ما ذكرت لك قيادتنا الهاشمية العظيمة على رأسها عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حفظه الله ورعاه وعز ملكه إن شاء الله. يعني دكتور يوسف القصص أحييك كثيرا على تواجدك معي اليوم ضيف شرف في هذه الحلقات المهداة لجلالة سيدنا. أود أن أختتم الحلقة بكلمة من حضرتك موجهة رسالة إلى جلالة سيدنا. جلالة سيدنا بطلب له التوفيق والنجاح والفلاح، لأنه الحقيقة زيارته الأخيرة للولايات المتحدة يعني شفنا على التلفزيون كيف الرئيس الأمريكي يمتدح جلالة، كيف يتكلم مع الأمريكان ويوصل إليهم قضيتنا الأولى قضية فلسطين. الحقيقة إنه بدون 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 حل لهذه القضية لا يمكن أن نرتاح، ولا يمكن أن نقضي على خوارج الأمة من أمثال داعش إلا إذا ما حل الدولتين وقضية فلسطين انحلت، لأنه هذه قضيتنا الأولى الحقيقة. وجلالة سيدنا أخذها إلى معارج العالم كله يتحدث عنها ليلة نهار، ونطلب له التوفيق. يعني وكلمة أخيرة، هذا سيدنا طبعا كل شيء، آخر شيء بدي أحكي لأطبائنا الصغار أنه دائما بقولها لأطبائنا بوجه لهم أنه معاملة المريض أهم شيء. صحيح، مثل ما بيقولوا لا قيني ولا تغديني. معاملة المريض بذكر هذيك النار في مجلة طبية واحد كاتب لرئيس التحرير تبع مجلتنا الطبية بقول له أنا مش مهم عندي شو الحبوب اللي بتكتب لي، أنا مهم عندي تقعد عندي تسمع لقصتي وتعطيني كل الانتباه بعدين بأخذ علاجك. إذا ما عالجتني، إذا ما عملتني المعاملة الحسنة أنا ما بأخذ دواك ولا بستمع لك ولا يمكن أن أنتبه لما تقول. صحيح. لذلك استقبال المريض ومعاملته بالحسنة واحتواء المريض، لأن المريض جاي يطلب مساعدة، مش تروح ما فيك شيء. المريض يجب أن يعامل معاملة بكل لطف، والمريض على حق في جميع الأوقات، مش دائما على حق، المريض هو الصحيح، وإذا ما عرفت تصل للحقيقة حق على الطبيب مش على المريض. لا يعني وبالنهاية مهنة الطب هي مهنة إنسانية هي. نعم. أهم شيء الحقيقة. نعم، يعني أنا أحييك على هذه الشخصية الرائعة مرة أخرى، أشكر تواجدك اليوم معي ضيف شرف في هذه الحلقات المهداة لجلالة سيدنا. شكرا لك لاستقبالي واستقبال كادر العمل، وشكرا لك لدعمك للإعلام الأردني لإيصال أصواتكم. شكرا ست حياة، شكرا لكادرنا اللي تشرفنا بوجوده، وشكرا على التلفزيون الأردني تلفزيوننا الوطني هذا اللي يتابع أحداثنا الوطنية والطبية والعلمية. والله يوفقك ويعطيك العافية في ظل جلالة سيدنا، الله يحفظه.
أعلى من الروح ترابه.